ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ وهل يأثم تارك أحد منهما؟ جزاكم الله خيرا. الإثم لا يأثم تارك السنة، السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، إلا أن السنة المؤكدة لا ينبغي تركها، يتأكد فعلها، أما السنة غير المؤكدة فهي أقل من ذلك، ولكن في كل من النوعين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.